النتيجة تخثر شائع جوات الوريد. إذا عالجنا التخثر رح يموت من النزيف هاي المرة. بس إذا عالجنا النزيف ممكن إنه يتخثر واحتمال نخسر المريض. طيب شو نعمل؟ رح نحاول نلاقي سبب النزيف ونعالجه فورا. تمام، بس كيف رح نلاقيه أستاذ؟ ما في طريق ابنه. بنسمع الاقتراحات. إصابة تانية مصدرها دواء الغسيل. الهامش واضح. طيب ممكن متلازمة الهرس أكثر من الكسر؟ بس كان بين دم فيه كمان. طيب ممكن تكون عدوى جرثومية؟ علي؟ عندك شي اقتراح؟ ما عم يخطر ببالي شي ابنه. طيب ضل عنا شي واحد انه يكون مصدره جرثوم. انتوا رح تطبقوا مضاد حيوي واسع الطيف واعملوا تحليل دم ورح نشوف النتائج. ان شاء الله يبين هالمرة شو سبب المشكلة. علي هالشي بسبب شو؟ انت بالعادة بيكون عندك مليون طريقة بتقول شغلات ما بتخطر على بالنا ابدا. شو صار لك هلأ علي؟ ما عم يخطر على بالي شي. انا السبب ما هي بسبب موضوع عيشتنا سوا. عم بعمل اللي بقدر عليه. علي اذا كان الموضوع عم بيوترك لهالدرجة بلاه. لا انا بدي هالشي، أنا بدي نعيش سوا. بس أنا حاسستك مو على طبيعتك. ناصدي مو أنتي قلتي إنه ما نستسلم؟ وأنا ما رح أستسلم ورح أنجح. رح أنجح. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.